رجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامجكم بالدعاء. أنا طبعا لسه خارجة حالا من الجيران من المطبخ، عشان كده حاسة بقى إن أنا إيه مستمرة على الهواء، فرجعت لكم أنا دعاء بقى مرة تانية لكن في برنامجي بالدعاء. أهلا بيكم وبرحب طبعا بالشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب. وإحنا طبعا فقرتنا دي هي الفقرة المفتوحة اللي هناخد فيها أسئلتكم وتليفوناتكم. معانا أول تليفون، فاطمة أهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتوره دعاء؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. لو سمحت دلوقتي انا عايزه اكلم حضرتك وعايزاك حضرتك تسمعني لان انا في مشكله. اتفضلي يا فندم. تمام. انا دلوقتي انا متجوزه من 3 سنين. تمام. انا متجوزه من 3 سنين، وبعد ما اتجوزت ب3 سنين قعدت مع جوزي 8 شهور في مشاكل وفي نكد وكلام من دوت. بعد كده هو سابني وسافر. بعد ما هو سابني وسافر بقى في خلافات بيني انا وامه وابوه جامده جدا، وهو بقى هو يسمع لامه وابوه في التليفون، وهو يكلمني في التليفون يشتمني، بالرغم من هو ما كانش سايب معايا تليفون، انا كنت بكلمه من تليفون اخوه. كان يكلمني عشان يشتمني واحكي له، اقول له مثلا امك عملت عملت عملت، يعمل على التليفون حظر ويقعد هو هناك ويسيبني انا مع امه وابوه يشتموني. المهم انا مشيت عند ابويا زعلانه وانا حامل في الشهر الثامن. ولدت عند ابويا بنت، وقعدت زعلانه في بيت ابويا 7 شهور. وهو ده كل ده بره؟ قعد 7 شهور بره. جه في رمضان اللي فات. بعد ما جه في رمضان اللي فات انا قعدت ما رضيتش يجي لابويا، وانا كان معايا بنت وقلت انا هربيها ومش عارفه ايه. بعت لي اخته، جت اخته وجي معاها راجل، جم خدوني من بيت ابويا هنا، ولا هو راضي يجي لابويا ولا هو ولا ابوه ولا امه. المهم انا روحت ورضيت بالامر الواقع، وعشت والله العظيم وعشت معاه بما يرضي الله. اولا اول ما روحت ما رضيش يقعدني في الشقه بتاعتي، قعدني في بيت مكسر، في بيت يعني انا اسفه، بيت بتاع البهايم. قعدت فيه، نزل فيه سرير الاطفال، وربنا شاهد على كلامي، نزل فيه سرير الاطفال وفضلت قاعده فيه، وقلت زي بعضه عيشي عشان خاطر معاكي بنت. عشت، بقيت امه تطلع في الشارع تمسك فيا وتقول يا ربيت الشوارع يا اللي فيكي يا اللي فيكي. هو يبقى جاي شغال، اقول لامك عملت كذا، يكسر عليا جردل الزباله ويضربني برجله. هو انت اصلا بعد كده يضربني تاني، امه تمسكني تضربني بالاقلام على وشي، وهو يجي جاي برجله ويجي ناطط نازل ضرب فيا، كنت انا في الوقت ده حامل. ممكن كان يقوم يضربني على اتفه سبب، ابوه يبقى واقف وهو بيضربني، ابوه ما يقولوش لا عيب دي بنت ناس. قطعوني من ابويا، قطعوني من امي، قطعوني من اخواتي. شفت امي في الشارع هي واختي، اختي كانت تعبانه رايحين مودينها للدكتور، بقيت انادي على اخويا واقول له استنى استنى انا عايزه اسلم على اخويا حماية، راكب على المكنه وانا راكبه وراه، يقول لي اوعي مش هتسلم عليهم، لا ما تسلميش عليهم، لا انت مش هتشوفيهم. طب بقول لك ايه يا فاطمه، قولي لي. انت من الاول انا دلوقتي زعلانه في بيت ابويا، بقالي انا تعبت، انا تعبت، هو سابني وسافر وانا كنت تعبت. انت ليه مستحمله؟ وانت ليه مستحمله الضرب؟ انا كنت مستحمله عشان خاطر كان معايا طفله، وقلت لازم انا اربيها. ما فيش حاجه اسمها كده يا فاطمه، في حدود يا حبيبه قلبي. طيب ماشي، هو بتستحملي الضرب يعني؟ هل تستحملي الاهانه؟ انا دلوقتي خلاص انا طاقتي نفذت، انا دلوقتي حامل في الشهر التاسع تاني، هجيب بنت على البنت اللي معايا، وانا دلوقتي زعلانه. بتحملي ليه تاني اصلا؟ بتحملي ليه تاني؟ انا كنت باخد وسيله وحملت عليها. ماشي، قدر الله ولا قوة إلا بالله. طيب أنا دلوقتي أنا كده، أنا لو اتطلقت ذنب البنات دي في رقبتي، لأن أنا ذنب إيه؟ أنت أنا جبت أخي من كل حاجة، أنا عملت كل حاجة عشان أعيش، أنا ولحت صوابع العشرة شمع ليه والأهل. بصي يا فاطمة، ما طمرش فيه ولا في أهله، هو ابن أمه وأبوه. كان واضح من الأول. قسما بالله كانوا بيكلموا وهو في السفر، يقولوا له عملت كذا 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 كذا، يكلمني عشان يشتمني بس. طب بصي يا فاطمه، بصي يا حبيبه قلبي، هو كان الموضوع واضح من الاول خالص، صح؟ صح. طيب وانت عشان كده عرفتي انا دلوقتي حامل في الشهر التاسع. طيب بصي يا فاطمه اسمعيني، انا احنا فهمنا كل القصه، هو من طيب الاول. طيب دلوقتي معلش، ممكن ماما عندها سؤال ممكن تقوله؟ لا 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 استني بس، استني احنا ما خلصناكيش عشان نخش على ماما، اصبري. انت دلوقتي يا قلبي عرفتي من الاول خالص الموضوع، وفهمتي بعد الثمان شهور دول ورحتي عند اهلك، هما
ما حتى ما راحوش عشان يصالحوكي، يبعتوا لك اخته، لا ما بعد كانش ما قعدت المفروض سنه ترجعي. وسبع شهور ما كانوش بيصرفوا على البنت، ولدت بنتي وعملت عمليه في عينيا وده كله من مع ابويا، وهم ما كانوش بيبعتوا لي جنيه. تمام، فكل ده واضح ان هم ايه، ناس مش كويسين، ما يعرفوش لا مش ربنا خالص. تمام، لا هو ولا اهله. جيت انا بعديها كلمته في التليفون، جيت انا بعديها كلمته في التليفون وبقيت اكلمه واقول له يا فلان انا هعيش، انا هحترم شبشبك والله هعيش عشان اربي بنتي، عشان اربي البنت والبنت ما تتيتمش في حياه ابوها. طيب على اي حال يا فاطمه، يا فاطمه، يا فاطمه، انت رضيتي؟ نعم. رضيتي في الاول بالاهانه، خليني اقول لك الكلام ده وممكن الكلمه تكون موجعه شويه. انت رضيتي بالاهانه، الشرع الشريف لا يقبل ابدا على الاطلاق ان الزوجه يضرب زوجته بهذه الطريقه على اي حال من الاحوال. يعني الحاجة التانية إن حماته حماتها أو أمه، أم الزوج، تبدأ تضرب الزوجة بالطريقة دي ويبقى فيه إهانة بالطريقة دي. لا، هو في النهاية أنت إنسانة معززة مكرمة، لك كل الحقوق وعليك واجبات، وربنا سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف، فإذا انتفى المعروف وحصل الضرر جاز الطلاق. يعني إذا انتفى المعروف حصل الضرر جاز الإيه؟ الطلاق. طب وأنا عندي ضرر؟ أه عندي أضرار كتيرة جدا. أنا عندي يكون إن هو بيسيبني بالطريقة دي بالسنة والأكتر كده وما أعرفش عنه حاجة. حاجة تانية إن هو بيمد إيده بيضربني قدام أهله وبعدين بيسيب أمه تضربني بالطريقة دي، كذلك الأمر، فده ضرر. الحاجة التالتة إن هو السكن مش السكن اللي أنت دخلت فيه، لأ ده إداكي سكن تاني زي ما أنت قلتي أعزكم الله، يعني لا يصلح للبهائم، فده ضرر تالت. فأنا عندي أنواع من الضرر دلوقتي مترتبة عليكي أنتي، منه ومن أهله. آه مش منه هو بس طبعًا كمان طبعًا طبعًا. يعني حاجة صعبة قوي. هل ده دي أسباب يجوز منها الطلاق؟ يعني إذا وقع هذا السبب يجوز للمرأة أنها تقول والله أنا محتاج أن أنا أطلق؟ الشرع الشريف قال الكلام ده، الضرب ده سبب يا أستاذة دعاء وقع عليها الضرر، فيجوز أن هي تطلب الطلاق للضرر. الحاجة التانية السكن، يجوز أن هي تطلب الطلاق للضرر. الحاجة الثالثة الإهانة وإن هو بيسيبها بالسنة والسبع شهور، كذلك الأمر يجوز طلب الطلاق. طب والزوج ده إيه بقى عقابه عند الله عز وجل؟ ده دي قضية تانية بقى. أولا ظالم، أيوة ظالم، والحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اثنين، في كلام ابن مسعود إن المرأة هتفرح يوم القيامة وهي بتاخد بتلابيب جوزها كده اللي كان معذبها وضربها، وقرا الآية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تقول له يا رب أنا عاوز حقي من المفتري اللي كان بيضربني ويظلمني ده. ربنا يهدي. الخط قطع، حاولي تكلمينا مرة تانية عشان كانت مامتك عايزة تسأل سؤال. إحنا معانا سارة، أهلا وسهلا. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. إزيك يا أستاذة دعاء؟ الحمد لله. وأنت طيبة؟ إزيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله. ادعي لنا كده ربنا يسترها معانا يا شيخ احمد. الله يسترها معاك ومعانا. انا بنتمنى من ربنا ان ابني يكون زي حضرتك. ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه يا رب. امين. انا عندي مشكله بالله عليك بس اسمعني براحه. انا بسمع. انا جوزي صايم. جوزك بس ايه؟ انا جوزي صايم. صايم بس صوم بضرب وبشتيمه وباهانه. لو كلمته كلمه يا شيخ والله بيضربني، والله العظيم بيضربني. لو قلت له حاجة بيضربني. قلت له كده يجوز بالصيام يا شيخ؟ كده هو ده الصيام ده؟ هو ده الصيام بقى؟ هو فاكر انه بياخد ثواب على كده؟ اهانة وشتيمة، ويشتمني باهلي ويشتمني بابويا، وانا ما والله ما برد عليه، وحياة بنتي التعبانة ما برد عليه. انا بنقول الله يسامحك. هو المفروض يسيب البيت بقى في رمضان. قلت له الصيام مش غصب حد، انا كده بناخد ذنب يا شيخ. الصيام مش ايه؟ انا قلت له الصيام مش غصب حد ان هو يصوم. لما انت كده يعني اصلا. فهمتك. انا كده يا شيخ بناخد ذنب. لا انت المفروض تقولي له اطلع بره البيت في رمضان. روح اقعد عند اهلك وخلاص وسيبني في حالي. والله العظيم وحياة ما تعيطيش يا سارة. والله العظيم اهانه وضرب وشتيمه، وبصي كل ما تتخيلي يا حبيبتي، وقدام عيالي يعني قدام بنتي التعبانه دي، وقالي لما تعبانه على وتقول معلش يا ماما بس ما تسيبينيش وتمشي، والنبي قولي نعمل ايه بالله عليك؟ اديني حاجه، قولي نعمل ايه؟ ادعي لي ان انا ربنا يصبرني كمان. لكن بصي يا ساره، لكن انت ما اتكلمتيش معاه فعلا ان اثناء رمضان لو انت ناوي تكمل صيام بالشكل ده، الله اعلم ده ربنا يقبله ولا لا، بس أقول كتير والله. ايوه، ان هو يروح عند اهله في الوقت ده، او انت تاخدي عيالك وتروحي عند اهلك لحد ما يخلص.
قلت الكلام ده، قلت الكلام ده، بس لازم يبقى في حلول. بس انا عيالي عندهم امتحانات دلوقتي في المكان اللي انا فيه. طب انت دخلتي اهله او اهلك، ولا هو كل سنه كده في رمضان؟ بص يا استاذه دعاء، هو كده وطبعه كده، هو رمضان غير رمضان كده يعني. طول السنه كده ولا كل سنه في رمضان؟ لا بس زاد اكتر في رمضان. طول السنه هو كده اصلا. ايوه احنا هنظلم يا ساره، احنا هنظلم رمضان ليه والصيام ليه؟ الصيام ده الواحد بيبقى صايم وهو بيبقى مهدود يعني خلاص خلقه اصلا. الشيخ احمد مش قادر يتكلم من الصيام، ضحكتني. يقول لك الواحد بيبقى مهدود حلو، الناس دي ربنا يهديهم، جابوا طاقه الشر دي منين على رايك يا شيخ احمد؟ والله العظيم. لكن هو القضية يا سارة إن هو سواء في الصيام أو في غير الصيام هو لا يجوز للإنسان، وده دايما نقولها يا جماعة. وأنا يعني فضيلة مولانا الإمام الدكتور أحمد الطيب هو دعا إلى التشريع يمنع يبقى تجريم ضرب الزوجة والإهانة بالطريقة دي، صح كده. وإحنا عندنا للحاكم أن يتدخل في هذا الأمر المباح في قول الله عز وجل واضربوهن، إذا ساء الناس استخدام هذه الآية، يعني إذا أساءوا الاستخدام ده من حق الحاكم أن 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 يمنع، أن يمنع. والكلام ده على فكرة عشان بس الجماعة اللي هم أوعى بقى وبتاع وكأن يعني ما شاء الله يعني مقطعين السمك وديلها في دين رب العالمين. اقرأوا، أنا بقول لكم أهو، روحوا عاوزين نقرأ، بس نقرأ لله. أصل دي لو بنتي، أنا بقول لكم لو بنتي وجوزها بيضربها بالطريقه دي انا قطع رقبته، صح؟ وكل واحد فينا هيقول الكلمتين دول. ما يجيش بقى يجي على مراته الغلبانه دي ويروح ضاربها وكسر لها عظم ومرلمها وشها ومش عارف ايه، ويقول لك اصل الشرع بيقول واضربوهن. يا اخي انت تتألى على الله عز وجل، بطلوا افتراء بقى وكذب على الله عز وجل. سيدنا الشيخ الطاهر ابن عاشور عند قول الله عز وجل واضربوهن، واقرأوا ويا اخواننا، انا بقول راجعوا ورايا، لو انا بقول الكلام ده غلط قولوا الشيخ ده ما بيفهمش حاجه، خلاص. في كتاب التحرير والتنوير لما قال نفس الكلام اللي هقوله ده، اذا اساء الناس الاستخدام الضرب ده يا استاذه دعاء فمن حق الحاكم ان يمنع. ما بتجيبش الكلام من عندنا. وهذا قول عطاء رضي الله عنه، هذا قول عطاء. ده الواحد بيبقى صايم مش قادر يتكلم او مش قادر اطلع النفس، انت قاعد تضرب وتشتم وبعدين يقول لك يا اخي سبحان الله الصيام ده هو امساك عن الطعام والشراب عن شهوتي البطن والفرج، بس ده سواء صيام العوام. طب واللغو؟ طب الرفث؟ طب الكذب؟ ده انت متخيل ان بعض الائمه زي سيدنا الامام الاوزاعي او سيدنا ابن حزم مثلا، وروايه عن ابن عباس وروايه ايضا عن عائشه رضي الله عنها، ان الكذب وقله الادب دي ممكن تفطر كمان الصائم؟ وهو الجمهور بيقول تفطر يعني تقلل من ثواب الصائم، تقلل من الثواب، بدل ما تاخد 100% تلاقي نفسك في الاخر واخد 40-30%. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والايه، الا الجوع والعطش. وبدا الصيام انت بتحقق معنى الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. طب ربك اللي شايفك ده، ربك الكريم اللي شايفك ده، اللي قال لك اياك ان تمد يديك على المراه بالصوره دي او اللي انت تسبها وتشتمها بالطريقه دي، انت حققت كده معنى الاحسان؟ ده انت لا حققت اسلام ولا حققت ايمان ولا حققت احسان. ومحتاجين نصفر العداد ونبدا نتعلم اسلام قالب باء اسلام من اول وجديد. اذا كان يعني الصيام ان انت بتصوم عن الحاجات الحلال زي الاكل والشرب، مش هتصوم عن الحاجات الحرام؟ ويقول لك اصل انا صايم. يعني انا صايم؟ ما صايم ده المفروض بتمسك نفسك، انت بتمسك نفسك اصلا عن الحلال، فمن باب اولى عن الحرام طبعا. ربنا يهدي. ام كيان اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله بخير والله، الحمد لله. معلش يا استاذ احمد، عايزه منك سؤال. هو انا ست بيت، لما بعمل الشغل البيت عشان عيالي وكده، بس علي صوتك شويه. لما بعمل شغل البيت وبعمل العشاء عشان لما جوزي يجي وبسبح عيالي وبحميهم وبلم البيت وكده، بس انا مش بستحضر ان هي مدير الله، طبعا عشان خاطر ان جوزي لقى عسى. بصي ام كيان، علي صوتك شويه واتكلمي براحة عشان نفهم الكلام. انت بتقولي ان انت بتعملي كل حاجه في البيت، شغل البيت والاكل وولادك وتحميهم ومش عارف ايه، صح كده؟ بالظبط. بس مش بستحضر ان نيه ان ربنا يعني ان دي عباده، بعملها عشان خاطر جوزي يلقى عسى،
بعملها علشان خاطر عيالي يبقوا نضاف كده. طيب ما كل دي نوايا، كل دي نوايا صالحه وبتاخد عليها الاجر، ليه بتستقل يعني العمل ده؟ يعني كل ده باخد عليها الاجر. طبعا اجر كبير جدا، انت ليه تستقل الامر ده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام لما قال دينار انفقته على اهلك، دينار انفقته على نفسك، ان تطعم اللقمه حتى تضعها في فم امراتك. هو انا بقى ايه اقعد اقول والنيه كنها بتعمل الكلام، انا بعمل الكلام عشان زوجي يبقى كويس وعشان اولادي يبقوا كويسين. ده يعني سبحان الله من الاعمال العظيمه جدا، فانت ليه تستقل العمل ده اصلا؟ هنطلع فاصل يا شيخ احمد ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين.